اننا اليوم من بعد عام نكونوا كنحتفلوا باللبس ديال البدله ديال المحاماه، فاذا به نفاجئ ان لا احد يحرك ساكنا. كتمشي تخلي هذه الذكرى السنويه الاولى لفضيحه امتحان 4 جانفير 2022 واللي ثلاثه فضيحه امتحان 9 يوليوز. ترافعنا، قدمنا نضالات ومجموعه ديال الامور، لكن للاسف لم يتم احقاق الحق. نؤكد نضالنا المشروع ونؤكد استمرارنا في النضال وفتح التحقيق ورفع المسؤوليه بالمحاسبه. لكي نقول اننا مستمرون واننا سنتصدى للفساد وانه يكفي من المحسوبيه الزبونيه. بانوا عاوتاني عده فضائح في هذا الامتحان الثاني لعل اكثرها وهو عدم اعلانه على اللجنه المشرفه على اللجنه على الامتحان. كنا كنتمناو انه يتم محاسبه المتورطين وانه يتم يعني ربط المسؤوليه بالمحاسبه بدل الافلات من العقاب، خصوصا اننا كنشوفوا السيد وزير العدل كيضرب القوانين عرض الحائط. السلام عليكم. اليوم كما كتشوفوا ان اللجنه الوطنيه ضحايا امتحان المحاماه لا زالت مستمره في النضالات ديالها. اليوم كنخلدوا الذكرى السنويه على مرور الفضيحه ومهزله امتحان المحاماه اللي كانت اولى الاحتجاجات مع البدايه ديال شهر يناير 2023. للاسف هاد المهزله هذه اللي كانت مفضوحه واللي كان الاعلام والراي العام كل شيء على اطلاع على هاد الوزيعه السياسيه والعائليه اللي مفضوحه، كنا كنتمناو انه يتم محاسبه المتورطين وانه يتم يعني ربط المسؤوليه بالمحاسبه بدل الافلات من العقاب، خصوصا اننا كنشوفوا السيد وزير العدل كيضرب القوانين عرض الحائط، كنشوفوا انه كيجيب شي مقتضيات جديده من خلال سحب الاطراء غير المشروع في تواطؤ مفضوح مع الفساد. للاسف كنا كنتمناو اننا اليوم من بعد عام نكونوا كنحتفلوا باللبس ديال البدله ديال المحاماه، فاذا به نفاجئ ان لا احد يحرك ساكنا. التجئنا لمجموعه من المؤسسات الدستوريه، التجئنا للقضاء، ترافعنا، قدمنا نضالات ومجموعه ديال الامور، لكن للاسف لم يتم احقاق الحق ولم يتم التطبيق السليم للقانون او ترتيب اي اثار قانونيه حول هذه المهزله هذه. لذلك حنا اليوم كنخلدوا الذكرى السنويه لكي نقول اننا مستمرون واننا سنتصدى للفساد وانه يكفي من المحسوبيه الزبونيه ولن نقف مكتوفي الايدي امام هذه المهزله هذه، وانه اليوم الجميع معني جميع المؤسسات معنيه بتطبيق القانون كما انه من الواجب على جميع الحقوقيين والمواطنين وكذلك الطلبه وخريجي الجامعات والمعاهد انه يتصدوا لهذا الفساد هذا والتلاعب بالنتائج ديال الامتحانات، خصوصا النتائج ديال المباريات ديال امتحان وزاره العدل. لا يمكن انه يستمر الوضع وانه يجب ان نتصدى بقوه لهذا الشيء، وانه اليوم استمرار وزير العدل في هذا الفساد ديالو هذا التلاعبات ديالو دون المحاسبه ديالو كيبين ان الفساد متغلغل وان هذا الوضع هذا عنده تاثيرات سلبيه على السمعه ديال البلاد وعلى المصداقيه ديال المؤسسات وعلى العمل وعلى المكتسبات اللي حققها المغرب طيله هذه السنوات الاخيره. كما كتشوفوا الوقفه ديال اليوم كتمشي تخلي هذه الذكرى السنويه الاولى لفضيحه امتحان 4 جانفير 2022 واللي ثلاثه فضيحه امتحان 9 يوليوز 2023 اللي كتاكد فساد امتحانات اللي كتجرى في عهد الوزير اللي لطخ السمعه ديال وزاره العدل في الارض اللي خلانا كنجريو امتحانين فاسدين وما قبوله باجراء امتحان ثاني الا هو اعتراف ضمني بفساد الامتحان الاول اللي حاول يطوي فيه الفضيحه الاولى الا انه لم يستطع. بل بانوا عاوتاني عده فضائح في هذا الامتحان الثاني لعل اكثرها هو عدم اعلانه على اللجنه المشرفه على اللجنه على الامتحان لهذا اللي كان شار ليها في القرار المنظم اللي قال غادي تعلن في اطار قرار اخر اللي كنشوفوا بانه ما خرجش بها لحد الان ما عرفنا شكون هي اللجنه المشرفه. كنشوفوا بان هذا الامتحان الثاني حتى هو تخللوا عده خروقات اكثر من الامتحان الاول اللي سبقنا شرنا لها في عدد من الندوات الصحفيه واللي راتنا من خلالها مؤسسه الوسيط اللي عبرنا فيها السياء ديالنا من امتحان ثاني اللي شابتوا عده خروقات واللي كنتمناو محاسبه المتورطين ف
هذه الخروقات اللي عرفوها الامتحانين معا. كنت تلاعب في الامتحانات، تلاعب اللي كدوز شي واحد، ولكن كتحترم الشكليات القانونيه والمساطر القانونيه، لكن للاسف هذا راه خرق جميع الفصول القانونيه من القانون المنظم لامتحان المحاماه، وتلاعب به بواحد الشكل كبير. كنشوفوا عائلات كيفاش دازوا، كنشوفوا ناس ما عندهمش شواهد في شواهد جامعيه في القانون، كنشوفوا مجموعه ديال الخروقات اللي ما يمكنش انها تكون عاديه. يعني كل شيء كيتفق انه راه داك الشيء خرق القانون، دوز ناس من العائله ديالو، دوز لوائح ديال النقابات، لوائح ديال الشبيبات الحزبيه، خصوصا في الامتحان الثاني، مما كيبين ان هذا السيد ما كانش اللي حاسبه، وانه قوه الفساد ديالو اكبر من القانون واكبر من مجموعه ديال الامور. وكنشوفوا كيفاش كيعبث وكيقول لك انا خرقت القانون وما كانش اللي يحاسبه. اذا حنا امام واحد الفساد ممنهج، اللي اخطبوط ديال الفساد ربما اقوى من القانون واقوى من المؤسسات، وهذا الشيء لا يستقيم، ويجب انه يتم الضرب بيد الحديد على يد هاد الناس اللي كيتلاعبوا بالمصير ديال ابناء الشعب. لا، اكبر فضيحه اللي خلات هي نجاح عضو من اللجنه المشرفه في امتحان 4 دجنبر، بالاضافه الى اسماء العائليه اللي مكرره، اللي هناك عده اسماء مكرره اللي في مجال العدل في الامتحان الثاني، اللي كتحوم حولهم شبهات فعدم حصولهم على الاجازه في القانون اللي كيفترضها القانون المنظم لمهنه المحاماه. الجديد على اننا قمنا بمراسلات متعدده لوسائط المملكه، حيث اننا كنطرقوا المؤسسات الدستوريه ديال البلد، حيث انه هو اللي كتدخل في الامتحان الاول من اجل اجراء امتحان جديد، اللي كان قال فيه انه غادي يكون امتحان نزيه، ما غاديش تشوفوا خروقات. الشيء اللي كنشوفوا بان ما تحققش في الامتحان الثاني، اللي شابتوا عدد من الخروقات. نحن نخلد اليوم الذكرى السنوية لفساد وزارة العدل وفساد وزير وهبي وعليه، فنحن متشبتون بمبادئنا الأساسية، ألا وهي فتح التحقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة التي اتضحت سواء خلال الامتحان الأول أو الامتحان الثاني، وفساد وزير العدل ناهيك عن الخروقات التي شابت الامتحانين. كذلك نؤكد ونواصل نضالنا المشروع سواء على مستوى سواء على مستوى المطالب او المشروعات او التحقيق او ربط المسؤوليه بالمحاسبه، وتفعيل ايضا الحكامه الجيده وتفعيل المؤسسات الدستوريه. صراحه فساد السيد وزير العدل فهو فساد يعني انتشر بشكل فاضح، وفضح المستور وكشف المستور عن جميع الاختلالات التي تدور في دهاليز الوزاره. ونحن نؤكد أن هذه الخروقات لن تمر هباء منثورا. نؤكد نضالنا المشروع، ونؤكد استمرارنا في النضال وفتح التحقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة. حقيقة الإعلام كيتواجد بكثرة، وكذلك الصحافة وجميع الأجهزة الأمنية، وأنا حاليا وما يحز في الناس وما يثير التساؤل كثيرا هو هل هذه الرسائل هل هي مشفرة أو هي رسائل واضحة بالنسبة للمسؤولين أو وزير العدل أو من ينوب عنه. نحن لا نثق حاليا في أي مسؤول أو أي مؤسسة للدولة، نحن نثق في وزارة العدل وشكرا، نحن نثق في القضاء، ونطالب القضاء بفتح التحقيق وربط المسؤولية محاسبة المتورطين في الفساد. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.